أو الثيرابي of أزمة. وكلمة أزمة طبعا هي بالأصل من اليونانية القديمة أزمة ومعناها panting okay or shortness of breath ماشي. فطبعا هو مرض معروف من تلك الأيام. وطبعا ليش أخذوا الاسم يعني من panting or shortness of breath؟ لأنه هي واحدة أو هي يتميز الأزمة بأعراض تنفسية respiratory symptoms okay. فراح نحكيهم الآن إن شاء الله. أول شيء نتعرف على الـ definition of asthma. Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by hyper-responsive airways causing episodes of acute bronchoconstriction, shortness of breath, cough, chest tightness, wheezing, and rapid respiration. Okay, نحكيها بالتفصيل. إذن هو chronic inflammatory disease. Chronic معناها إنه هو مرض مزمن. Inflammatory, it has got an important inflammatory component. أصلاً هو كل مبدأ حدوث الأزمة الربو يعتمد على حدوث inflammatory response to some triggers وبكون هذا inflammatory response localized بالairways وبكون طبعاً exaggerated. Okay? طبعاً it is characterized by hyper-responsive airways. إيش يعني إنه الairways hyper-responsive؟ يعني إنه لما تتعرض للتريجر زي ما حكينا بصير فيها exaggerated inflammatory allergic response رح تأدي إلى إيش؟ إلى episodes هي بتيجي إذن على شكل نوبات of acute bronchoconstriction بصير تضيق بالقصبات الهوائية shortness of breath يعني ضيق بالنفس cough سعال chest tightness يعني زي الثقل أوكي على الصدر wheezing المقصود فيها زي صوت الصفير أوكي. من علامات الأزمة إنه لما يأخذ المريض نفس بحالة الإبيسود البرونكو كونستريكشن أوكي راح يصير يطلع صوت زي صوت الصفير وبكون مميز للمريض وبكون مميز كمان إنه مش زي صوت الصفير مثلا من أنفه وإنما من صدره أوكي. بالإضافة طبعا للرابيد ريسبيريشن بصير سرعة التنفس سريعة والسبب إنه المريض بكون بده يعوض اللي هو الأير اللي مش قادر عم يدخل من البرونكو كونستريكشن فبصير في عنده rapid respiration. Okay? So إحنا إذا شفنا طلعنا على normal bronchi هون بالصورة الأولى هون رح نشوف إنه بتكون البرونكيولز طبعاً relaxed والمسلز تبعيتها كمان بتكون relaxed وبالتالي open bronchodilated بالحالة الطبيعية. Okay? وإيش بيكون بالحالة هاي ما في أي مشكلة بالair flow بدخل الair بدون مشاكل. Okay? بينما بحالة حدوث الأزمة اوكي هيها هون رح نشوف انه المسلز اوف ذا برونكاي بتصير تايت اند ثيكند والسبب انه ليش ثيكند اوكي انه بيكون فيها ايش انفلاميشن والانفلاميشن تمام رح يعمل اول شيء سويلنج اوكي ديو تو حكينا احنا بصير اكسترافازيشن اوف فلويدز فروم ذا بلاد فيسلز In addition, إنه بصير في عندي increase بالproduction of mucus, okay, وهذا كله مجتمع مع بعضه اللي هو رح يسبب bronchoconstriction وبالتالي بيسبب إيش اللي هو مشكلة أو زي obstruction للairflow inside إيش the lungs, okay. إذا نقرأها هون, the airflow obstruction in asthma is due to bronchoconstriction that results from contraction of bronchial smooth muscle. Inflammation of the bronchial wall and increased secretion of mucus. إذن هدول الثلاث أشياء نشوفها بالأزمة وبتسبب البرونكوكونستريكشن. Okay. ضروري جدا نفهم ونستوعب أهمية الإنفلاماتوري response بحدوث مرض الأزمة. Okay. ورح نشوف إنه المينستاي treatment of asthma رح يكون موجهة و addressed to this inflammatory processes happening in the airways. Okay. Now, as we said, the underlying inflammation of the airways contributes to airway hyperresponsiveness, airflow limitation, respiratory symptoms, and disease chronicity. So all these characteristics of asthma are all due to the underlying inflammation of the airways. What triggers the episodes of asthmatic attack للمريض؟ إذا زي ما حكينا هو مرض بيجي على شكل episodes نوبات ففي هناك triggers أوكي راح تسبب هذه النوبات من أهمها الallergens
والالرجن هو عبارة عن أي كيميكال بدخل على الجسم and it has the ability to cause allergy. عشان هيك الاسم allergens. Okay. So من the most common allergens that cause asthma إحنا في عندنا اللي هي البولن. Okay. زي حبوب اللقاح. وهي ممكن أكثر شيء بنشوفها بفصل الربيع. Okay. أو لما يطلع مثلا زهر الزيتون. For example. كمان من الالرجنز المعروفة اللي هي الغبرة. الدست باي مايتس. In addition to المولد. أوكي العفن أو حتى كمان الدندرز of pets أوكي الحيوانات الأليفة بعضها ممكن في بعض الناس إيش بتحسسوا منها أوكي also exercise may induce asthmatic attack أوكي وإحنا بنعرف إنه في بعض المرضى أصلاً عندهم specific type of asthma اسمه exercise induced asthma أوكي فهدول بيصير عندهم ال episode of asthma only if they do an exercise اوكي والاكسرسايز ليس المقصود فيه انه بده يلعب رياضه وانما اي فيزيكال اكتيفيتي ريكوايرينج سم ايفورت اوكي ممكن يسبب بالمريض اللي عنده اكسرسايز انديوس ازما رح يسبب عنده ايش ازما برونكو كونستريكشن اوكي وجدوا كمان انه حتى المريض اللي عنده اليرجيك ازما اوكي زي اغلب المرضى حتى هدول اذا تعرضوا لاكسرسايز شوي فيها جهد اكبر من المعدل رح يصير عندهم bronchoconstriction okay بالإضافة للstress okay is also a trigger for bronchoconstriction in asthmatic patients and respiratory infection إذا صار عندي infection بالairways نفسها okay now what okay let's continue إشي بيميز مرض الأزمة عن بعض الأمراض التنفسية الأخرى that asthma is not a progressive disease meaning انه مش من طبيعه مرض الازمة انه يصير worse okay على عكس مين من الامراض على عكس COPD اللي هو chronic obstructive pulmonary disease ومرض cystic fibrosis اذا بتعرفوه اللي هو التليف الكيسي okay على COPD with cystic fibrosis هي progressive disorders meaning that with time أوكي حتى لو تعالج المريض لابد إنه يدخل بعملية الورسينينج وينتهي طبعاً بإنكاباسيتيتد إيرويز إنكاباسيتيتد إيرويز معناها إيرويز تغيرت وتأثرت بشكل إنها خلاص بيصير فيها فايلير أوكي ما بتقوم بعملها صح بينما الأزمة عكس ذلك أوكي صح هو كرونيك ديزيز لكن مش بروجريسيف وبالتالي لا يعني إنه المريض بالضرورة رح يوصل إلى إنكاباسيتيتد إيرويز However, طبعاً الأزمة should be treated, okay, لأنه إذا ما عملنا effective treatment للأزمة ممكن يصير بالإيرويز إشي اسمه remodeling وكلمة remodeling بتدل على حدوث structural changes, okay, in the airways وبتكون هاي structural changes significant لدرجة إنه بتعمل increase in the severity of the disease وبتزيد the frequency of asthma exacerbations وهي كلها عوامل ممكن تؤدي إلى إيش؟ إلى death. واضح. So asthma should be treated efficacy. والإشي الجيد okay إنه الأزمة is a pretty common disorder بس إله يعني may be controlled well بإيش بمتابعة guidelines معينة إن شاء الله رح نحكيها okay. So لما يجي عندي أنا المريض وتشخص بأزمة طبعا في diagnostic criteria معينة مش رح نحكيها إحنا هون لضيق الوقت وإنما طبعا تشخص المريض وصار عندي إذا هو أزمة لازم أبلش إيش بالثيرابي والثيرابي إلها two main goals which are to decrease the intensity يعني the strength of asthma symptoms والfrequency of asthma symptoms إذا أنا بحاول إنه ما يصير عند يعني الإشي المثالي إنه ما يصير عند المريض أي نوع من الإيش من الأزمة كتاكس أو على الأقل إنه يتقل اللي هي intensity إلها وتقل الfrequency أوكي بالإضافة طبعاً to improve the patient's quality of life. هلا إحنا إجمالاً لما نيجي نعالج أي مريض من أي مرض بيكون إحنا هدفنا طبعاً إنه إيش إنه نخفف من اللي هي severity of that disease. Okay. وطبعاً to improve the patient's quality of life. Okay. لأنه إذا أنتوا بتفكروا فيها أحياناً المرض ممكن يكون مش خطير كثير لمن ينظر إله من الخارج. لكن ممكن يكون له impact كبير على الquality of life للمريض. فتخيلوا مثلا مريض الأزمة إنه
ممكن يعيش مثلا ابيسودز متكرره من اللي هو برونكو كونستريكشن. اصلا الشعور البرونكو كونستريكشن بحد ذاته هو جزء من أسوأ الفيلينجز اللي واحد ممكن يحس فيها، صح؟ انه عم يختنق مثلا، اوكي. وبالتالي هذا الإشي رح ياثر على حياته الطبيعيه، اوكي. فواحده دائما احنا من اهدافنا whatever is the disease of our patient is to improve its the quality of life. في قاعدتين، اوكي، يتعلق بالثيرابي اوف ازما، which is you know that all patients need to have a quick relief medication to treat acute asthma symptoms. اذا اي مريض ازما شو ما كان السيفيريتي اوف ذا ديزيز، واحنا رح نشوف انه في تقسيم وكلاسيفيكيشن للازما ان شاء الله رح نشوفها. Whatever the class of the asthma, will patient لازم يكون عنده quick relief medication. والquick relief medication رح يشوف إنها هي عبارة عن short acting beta agonist bronchodilators، وطبعاً بتيجي على شكل بخاخ، وممكن أغلب ممكن many of you بيعرفوها، بخاخ الفنتولين for example، بكون دائماً مع المريض بجيبته، وإذا صار عنده bronchoconstriction episode بياخده بيصير له quick relief. بالإضافة لذلك أي مريض عنده persistent asthma لازم ياخذ drug therapy for long term control of asthma. اوكي، وهذا الدراج ثيرابي فور لونج تيرم كنترول يعتمد على الريفرس اند بريفنت اير واي انفلاميشن. اذا الهدف الاول بالتريتمنت اوف asthma is to prevent and to reverse airway inflammation. اذا انا حليت مشكله الانفلاميشن بالايرويز بكون انا حليت مشكله الازمة كلها. اوكي، سو اللونج تيرم تريتمنت اوف asthma لا يكفي انه يعتمد على البرونكودايليشن، صح؟ البرونكودايليشن بيكون إشي إضافي أو إشي for quick relief. اللونج تيرم كنترول لازم يكون يعتمد على أنتي إنفلاماتوري ميديكيشنز to prevent اللي هو الإيرواي إنفلاميشن. أوكي، زي ما حكينا في عندنا كلاسيفيكيشن للأزمة، وهذا الكلاسيفيكيشن بيعتمد على إنه how many episodes بصير للمريض مثلا per week، وكمان اللي هي results of the peak flow or spirometry. ما بعرف إذا أنتوا بتعرفوا البيك فلو ميتر، صعب يعني طبعا أدخل كمان هون بالديتيلز، وإنما طبعا هو جهاز بنفخ فيه المريض، أوكي، وبياخد اللي هي قراءات معينة، أوكي، بتكون بتدل على الـ efficacy of lung function، أوكي. وهي تستخدم طبعا أول إشي for diagnosis، وتستخدم كمان for follow up حتى أشوف إنه هل المريض صار عنده improvement على medications or not. Okay. So إحنا مثلاً أو أخف حالة من حالات الأزمة هي intermittent asthma، وهي أصلاً بتصير less than 2 days per week. Okay. So هي بتصير بس مرة واحدة بالأسبوع بالمعدل، شو اللي بصير البرونكو constructive episode. ماشي؟ إذا صارت أقل، إذا صارت less than 2 days per week، وبكون the result of spirometry بكون near normal. وهم بقصدوا بكلمة نين نورمال إنه بكون more or equals to 80% of the predicted function، يعني أكثر أو يساوي 80% من الأرقام اللي أنا بتوقعها لهذا الشخص السليم. Okay. In this case الأزمة اسمها intermittent and it does not require daily medication. Okay. ما بدها long term control لأنها تعتبر very mild، ويكفي إنه المريض ياخد ال quick relief medication اللي هو short acting beta 2 agonist. اوكي، هاي بحاله الانترميتنت. هلا الحالات الثلاثه اللي بعدها اسمها persistent asthma، وكلمه persistent يعني انها مستمره، انتوا كيف، ولكن هي بتيجي بثلاث درجات، ممكن تكون mild or moderate or severe. واذا كانت mild هاي معناها انه الابيسودز اوف asthma بتكون بتصير more than 2 days per week but not daily، يعني بتكون بين إيش الثلاث أيام إلى ست أيام أو ست مرات خلينا نسميها بالأسبوع. كمان in this case بكون spirometry near normal، وهون طبعا لازم المريض ياخد long term control medication which means إنه daily medication to control and to prevent the inflammation. وراح نشوف إنه in this case low dose inhaled corticosteroids هي indicated. Okay. الانهيلد كورتيكوستيرويد هي المينستاي اوف تريتمنت اوف asthma. اوكي، فراح نشوفها انها موجوده بكل حالات البيرسيستنت asthma.
كمان زي ما حكينا راح يكون معاه short acting beta 2 agonist for quick relief. هلا بالmoderate persistent asthma البرونكوكونستريكتيف episodes بتصير daily والresults of peak flow or spirometry بتكون 60-80% of normal يعني أقل من المطلوب. وبالتالي in this case لازم نعطي low dose inhaled corticosteroids مع long acting beta agonist. هاي واحدة من الخيارات. أو الخيار الثاني إنه أعطيه فقط inhaled corticosteroids بس بتكون medium dose يعني dose أكبر شوي. Severe persistent asthma بتكون الأبيسود فيها continual يعني مستمرة باستمرار. وهذا طبعا بيكون very affecting okay and severe. ال lung function بتكون severely affected less than 60% of normal. فهدول المرضى طبعا راح يحتاجوا اللي هي اقوى إشي ممكن من الميديكيشن اللي هي medium dose inhaled corticosteroid مع long acting beta agonist okay or بعطيهم high dose inhaled corticosteroid مع long acting beta agonist بالإضافة طبعاً للquick relief short acting beta 2 agonist. أوكي. رح نشوف إنه many times أو sometimes بالsevere asthma ممكن يحتاج المريض إلى short courses of oral corticosteroids systemic corticosteroids to control اللي هي severe symptoms of asthma. أوكي. فهذا كان overview على ال types of asthma وإيش هي treatment guidelines لكل واحد فيها. الآن بعد ما حكينا هذا الإشي ممكن إيش نتعرف على الأجنس على الدرجز اللي بنستخدمها to achieve the treatment of asthma. Okay. أول أجنس بجد ذكرناه هو البيتا 2 أدرينيرجيك أغونيست and we use them usually inhaled. Okay. Inhaled معناها بالاستنشاق. So inhaled administration of a medication is considered a topical. Okay, administration, لأنه بيكون الإفكت إلو وين؟ على الريسبيراتوري تراكت. Okay, مش systemic. طبعاً بنخلي إحنا بعين الاعتبار إنه أنا حتى لو أعطي إشي topical لابد إنه يكون في minimal absorption to the body. Systemic. Okay. ولكن طبعاً يعتبر minimal بحالة إيش البيتا 2 adrenergic agonist. طبعاً من اسمها أو من معرفة كل الإيش autonomic nervous system نتوقع إنه الأغونيستس of beta 2 adrenergic receptors شو راح تعمل؟ راح تشتغل directly على الريسبتورز الموجودة بالإيرويز بالسموث muscles of the airway وراح تعملها إيش relaxation okay. زي كأنه إيش زي مفعول الـ endogenous beta 2 agonist اللي هو مين؟ endogenous يعني اللي جوا الجسم مظبوط اللي هو already جوا الجسم بالطبيعة اللي هو الابينفرين اوكي او النورابينفرين طبعا اوف كورس هو ميل للنورابينفرين ماشي سو بهاي الحاله اذا هون انا بحاول اني اعمل ميميك للافكت اوف اللي هي النورابينفرين والابينفرين وبالتالي ايش راح يعمل راح يعمل برونكودايليشن يعني راح اعمل انا سيمتوماتيك ريليف اوف ذا برونكوكونستريكشن اللي صار مع الازمة اوكي سو واي وي يوز اللي هو البيتا ادرينرجيك اغونيست ممكن أستخدمهم for quick relief of asthma symptoms as I mentioned already وإذا بدي quick relief بدي طبعا بدي short acting agents عادة short acting agents بيكونوا إيش إلهم rapid onset of action okay وبالتالي بستخدمهم for quick relief of asthma okay وكمان ممكن أستخدم البيتا 2 adrenergic agonist إذا كانوا long acting بستخدمهم as adjunctive therapy for the long term control of the disease okay وانتبهوا هون على كلمة adjunctive اوكي لانه احنا زي ما ذكرنا المين ستاي يعني الكور تريتمنت هي الانهيل كورتيكوستيرويدز ماشي واضافة اللي هي اللونج اكتنج بيتا اغونيست بيكون عبارة عن اضافة ماشي ولكن طبعا هي فعالة جدا لللونج تيرم كنترول اوف سيمتومز اوف asthma اوكي ولا بنحكيهم ان شاء الله التو كلاسز اللي هي الشورت اكتنج واللونج اكتنج رح نبدأ إذن بالشورت أكتنج بيتا 2 أغونيست واختصارها سابا SABA و as we said نستخدمها for quick relief إلها هاي الأجنت rapid onset of action from 5 to 30 minutes وأحيانا even less than 5 minutes 3 minutes for example and they can provide relief from bronchoconstriction for 4 to 6 hours إذن الonset is less than 5 minutes
والريليف بيستمر 4 to 6 hours. اوكي، لهذا السبب انا بستخدمها for quick relief of bronchospasm and بعتبر هذا الشيء انا symptomatic treatment. اوكي، ليش symptomatic treatment؟ لانه انا باستخدام البيتا 2 adrenergic agonist ما بكون علاجت الانفلاميشن اللي هو سبب البرونكوكونستريكشن، وانما انا فقط مباشره عملت تخفيف من البرونكوكونستريكشن نفسه. As I said, all patients with asthma should be prescribed a short-acting beta agonist inhalers. Okay. وبرجع بعيد، بجوز الكل متخيل الصورة وشكل الانهيلر البخاخ اللي هو بيكون مع أغلب مرضى الأزمة ويستخدم عند الضرورة. As I already mentioned, the beta 2 agonists have no anti-inflammatory effects. So they should never be used as the sole therapeutic agents for patients with persistent asthma. إذا آخر ثلاث أنواع من الأزمة اللي حكيناهم اللي هم persistent asthma ما بصير نستخدم البيتا 2 agonist لحالهم. أوكي، لأنه ما إلهم anti-inflammatory effect. أوكي، متى ممكن أنا أستخدم short acting beta 2 adrenergic agonist لحالهم بالtreatment اللي هم يسميها monotherapy in case إنه المريض عنده intermittent asthma، سواء حكينا just once a week or less than two days per week، أو بحالة المريض اللي عنده exercise-induced bronchospasm. Okay, and I mentioned that at the start of the lecture, in some asthmatic patient عندهم exercise-induced bronchospasm. فشو بيعملوا هدول المرضى؟ بيكون عندهم ال quick relief short-acting beta-2 agonist. لما بيعرفوا إنه رح يقوموا بجهد أو بexercise معينة أو physical activity، بياخدوا البخاخ مثلاً قبل بربع ساعة for example، وبعدين بيعملوا اللي هو الاكتيفيتي اللي بدهم يسووها، وهي بتحميهم من حدوث البرونكوسباسم. اوكي، الايجنتس اللي بنستخدمها براكتيكالي از شورت اكتنج بيتا 2 سيلكتيف اجونست، عندنا البيوتيرول وهو معروف كمان باسم اخر سلبيوتامول. اوكي، فهو من الادويه اللي لها اكثر من اسم، البيوتيرول نفسه سلبيوتامول، والايجنت الاخر اللي هو ريليتد له كيميكالي هو الليب البيوتيرول. هدول إلهم a certain a good affinity to beta 2 receptors، which means إنه ارتباطهم بالother adrenergic receptors زي الألفا أو البيتا بيكون much less. okay، فبفترض إنه the adverse effects اللي ممكن تنتج من مثلاً the binding to alpha 1 or to alpha or to beta 1 بتكون قليلة محدودة. اوكي، خاصة إذا أعطيتها أنا بالطريقة المعتادة عندي اللي هي الانهيلد روت اوف ادمنستريشن، صح؟ however still في عندنا بعض اللي هي الادفيرس افكتس ممكن نشوفها بالبيتا 2 اجونست. اوكي، اللي هي التاكيكارديا، هايبرغلايسيميا، هايبوكاليميا، هايبوماغنيسيميا اند ماسل تريمرز. وهاي السايد افكتس باي ذا واي كلها ريليتد للميكانيزم اوف اكشن الها اللي هي ارتباطها ب البيتا 2 ريسبتورز والاذر ادرينرجيك ريسبتورز. اوكي، فدائما زي ما كنا نحكي زمان ما في عندنا شيء احنا بالفارماكولوجي او بالفيسيولوجي شيء بنسميه شيء ابسولوت. اوكي، يعني حتى لو هو له هاي افينيتي تو بيتا 2 ريسبتورز ستيل راح يكون لها سم سورت اوف بايندينج للألفا وللبيتا 1 ومنها بتنتج الأدفيرس أفكتس. أوكي، طبعاً إعطاها عن طريق الإنهاليشن بتكون much better كسايد أفكت بروفايل من إني أعطيها as systemic administration. زمان يعني بحكي عن عشرات السنين سابقاً كانت تيجي أو بعدها هي موجودة بس كانت تستخدم البيتا 2 agonist as oral dosage forms. أوكي، مثلاً في حتى في منه شراب السلبيوتامول. أوكي، ولكن طبعاً هو is not recommended okay to be used for asthma. okay، اللي هي ال systemic أو oral beta 2 agonist، لأنه side effects إلها much more than the inhaled administration. وال inhaled administration is very effective. okay، so there is no need to give an oral or systemic beta 2 agonist. في نقطة مهمة بدي أحكيها هون، إذا بتلاحظوا من بين الـ adverse effects of beta 2 agonist عندنا الـ hypokalemia. والـ hypokalemia وطبعاً this is interesting. okay،
لأنه إحنا بنستخدم البيتا 2 أغونيست بحالات الهايبركاليميا. يعني إذا إجا مريض على المستشفى عنده هايبركاليميا لدرجة إنه بدها تريتمنت، فواحدة من التريتمنت إلها is to give an inhalation of beta 2 agonist. وإحنا بالمستشفى عادة بنعطي البيتا 2 agonist short acting على شكل تبخيرة nebulizer. أوكي، فهذا جهاز النيبولايزر بحط أنا جواته solution of beta 2 agonist، والجهاز بحوله لدروبلتس. أوكي، وبطلع بالماسك، وبكون المريض حط الماسك هون. أوكي، فبدخل البيتا 2 agonist وبعت المفعول المطلوب. فأنا بستخدمه طبعاً بالأسماتيك أتاك of course، اللي هو الإشي المعروف إله، المين indication إله، ولكن إله كمان another indication اللي هو treatment of hyperkalemia، لأنه لما أنا عطيت البيتا 2 agonist رح تعمل hypokalemia، يعني بتقلل من البوتاسيوم levels. أوكي، now the other class of beta adrenergic agonist هي بتكون long acting. While long acting we use them for long term control as we said. Okay, في عندنا two main agents اللي هم السالميترول والفورموتيرول. These are long acting beta 2 agonists and chemically هم analogs of albuterol. Analog chemical analog of a drug. Okay, هو عبارة كلمة analog معناها إنه إله نفس ال core chemical structure. In this case مثلا لمين للالبيوتيرول، ولكن chemically عملوا عليها modifications، فضافوا مثلا بعض الجروبس، وهي الجروبس بتكون تعطيها طبعا certain characteristics انا بدي اياها تكون موجوده بهذا الدرج. يوجلي انا بكون بدور على اني اعمل له مثلا longer duration of action، او اني مثلا ازيد من البرميابيليتي له او اقلل من البرميابيليتي له through the cell membranes مثلا. اوكي، so in this case انا عندي long acting beta 2 agonist salmeterol and formoterol هم chemical analogs of albuterol. The duration of action إلها long, okay, at least 12 hours. إذا أنا عطيت إذن هدول الـ agents راح يضل أنا عندي effect إلهم أكثر من 12 hours. هلا for this reason, okay, at the same time خلينا نحكي at the same time هدول الـ agents إلهم delayed onset of action. Okay, حقيقة to be precise السالميترول إلو prolong أو إلو delayed onset of action مزبوط، بينما الفورموتيرول إلو short أو rapid onset of action ماشي، تقريبا مثله مثل الالبيوتيرول ك onset of action. okay but still it is not recommended to be used for quick relief of bronchospasm. for quick relief of bronchospasm أنا بستخدم مين ال short acting beta 2 agonist، بينما ال long acting اللي مذكورين هون فهدول أنا بستخدمهم لل long term control. okay and not for quick relief. As I already mentioned, monotherapy with long acting beta 2 agonist is contraindicated. Always we have to use ال long acting beta agonist along with the inhaled corticosteroid. okay اللي هون بسميهم هون asthma controller medication. Because as I mentioned, the inhaled corticosteroids هم long-term controllers of choice in asthma. Okay, will long-acting beta-2 agonists are only adjunctive therapy to improve the control of symptoms in asthma. For this reason, okay, احنا بنشوف انه شركات الأدوية بتحاول تعمل بعض البرودكتس بيكون فيها combinations of both اللي هي inhaled corticosteroid and long acting beta agonist، وهي مذكورة هون formoterol بيجي in combination مع budesonide and mometasone، والسالميترول بيجي in combination مع fluticasone. okay طبعا ليش احنا بنحب الكومبينيشن؟ لانه بيكون كتير اسهل على المريض انه ببخة واحدة بيكون اخذ two agents. okay بدل ما يكون عنده بخاخين لكل واحد لدرج، بيكون عم بياخذ two drugs together، وهذا كتير أسهل وكتير بيساعد على الكومبليانس. أوكي، بتعرفوا يعني كومبليانس اللي هو مدى التزام المريض بأخذ الدواء بالطريقة الصحيحة. أوكي، so إحنا هيك بكون حكينا عن البيتا 2 أغونيس، بتوقع مفهوم الميكانيزم أوف أكشن إلها وليش إحنا بنستخدمها بالأزمة.
okay. But as I said, they are purely bronchodilators and have no effect on inflammation. وأنا لازم هون أنا أشتغل على الإنفلاميشن وبالتالي بلجأ إلى الكورتيكوستيرويدز. Okay. Now الكورتيكوستيرويدز بتوقع الكل بيعرفها أو سمع فيها اللي إحنا بنحكيها باللغة العامية كورتيزون. المريض أخذ كورتيزون أو أنا على كورتيزون بأخذ كورتيزون اللي هي بالعلم الكورتيكوستيرويدز. Okay. احنا دائما بنعرف ان الكورتيكوستيرويدز ار فيري بوتنت انتي انفلاماتوري ميديكيشن، حتى انا ممكن اعتبرها من الموست بوتنت انتي انفلاماتوري ميديكيشن. اوكي، والسبب في ذلك اوكي انه الميكانيزم اوف اكشن الهم بكون موجود على قمه او على بدايه اوكي الميتابوليك باث واي او one of the most important metabolic pathways related to inflammation. اوكي، الافكت اوف ستيرويد اذا بتطلعوا على الرسمه هون اوكي رح نشوف الستيرويدز هون، شايفين الستيرويدز بتعمل انهيبيشن لانزيم الفوسفوليبيز A، والفوسفوليبيز A2 حتى to be precise الفوسفوليبيز 2 A2 الوظيفه له انه تو ريليز اراكيدونيك اسيد فروم ذا سيل ميمبرين فوسفوليبيز. اوكي، هلا شو اهميه الاراكيدونيك اسيد؟ الاراكيدونيك اسيد طبعا بصير له طبعا سيفرال ميتابوليك باث ويز، وبيكون أنا عندي a number of inflammatory mediators that are involved okay in inflammation. فأنا لما أعمل block للrelease of arachidonic acid بكون أنا عملت block لعدد من ال من ال pro-inflammatory mediators، وهذا بحد ذاته رح يعمل anti-inflammatory effect. okay، فهو يكون زي ما حكيت بكون ببداية metabolic pathway بكون هو بيعمل inhibition لكل النتائج البرودكت المتوقعه. من اهمها مثلا احنا عندنا اللوكوترينز، اوكي اللي راح نحكي عنها كمان بنكست ليكشن ان شاء الله، وطبعا السيتوكاينز المختلفه الى اخره. اوكي، خلينا نحكي هلا، هو بعد شوي راح احكي كمان ايش في افكتس اخرى للكورتيكوستيرويد، بس بشكل عام نرجع على اليوز اوف كورتيكوستيرويدز بالازمه. حكينا هو المين ستاي، ممكن حكيت 10 مرات بس because it's so important. اوكي، المين ستاي فور ذا لونج تيرم كنترول اوف ازمه هو الكورتيكوستيرويدز، بتكون انهيلد على الارجح، و تو بي افكتيف تو كنترول انفلاميشن لازم الجلوكوكورتيكويدز تستخدم ريجولارلي يعني every day، وطبعاً عادةً تحتاج many weeks or months حتى تعطيه الأثر المطلوبة. okay as I said المرضى اللي بيكون عندهم severe persistent asthma اللي هي most severe حكينا classification of asthma may require the addition of a short course of oral glucocorticoid treatment حتى إني أقدر إيش أسيطر على ال symptoms اللي بتكون so severe oral glucocorticoid treatment. So what is the action of corticosteroid on the lung? Okay, إحنا حكينا إنه هو anti-inflammatory وpotent anti-inflammatory drug، ولكن كإفكت على اللونج bronchodilation هو ما بيعمل directly bronchodilation، صح؟ لأنه هو مش بيشتغل على البيتا على البيتا ريسبتور، صح؟ وإنما so direct effect على smooth muscles of the airway ما في من الكورتيكوستيرويد، وإنما كل الإفكت إله بكون على الانفلاماتوري كاسكيد، اوكي، وبروسيس اللي بتأدي بالنهايه للبرونكو كونستريكشن. فهمتوا كيف؟ سو نيملي الكورتيكوستيرويد كان ديكريز ذا انفلاماتوري كاسكيد، وبالتالي ات اولسو ديكريزز خلينا نحكي ذا تجمع ذا اكيوميليشن اوف اميون سيلز زي اليوزينوفيلز الماكروفيجز التي ليمفوسايتس، كلها هي بتكون مجمعه وين؟ بالاير ويز، ولكن الكورتيكوستيرويد بتمنع هذا الإشي. It can reverse mucosal edema, decreases the permeability of capillaries. وإحنا حكينا permeability of the capillaries واحدة من ال most important factors اللي بتعمل bronchoconstriction، صح؟ فهاي كلها بتكون مخففة لما أستخدم الكورتيكوستيرويد. In addition to the release of leukotrienes, as I mentioned, بتكون inhibited باستخدام الكورتيكوستيرويد. فكل هاي factors اللي كانت تأثر على inflammation أو تعمل inflammation وبالتالي تؤدي إلى bronchoconstriction بتكون بتخف مع الكورتيكوستيرويد. okay by the way الكورتيكوستيرويد هي هرمونز أصلاً موجودة بالجسم، صح؟
رح نحكيها إن شاء الله next lecture. أنا خصصت جزء من الأسما part 2 اللي next lecture إن شاء الله خصصتها ل لأحكي شوي عن الكورتيكوستيرويدز. أوكي كون هي تستخدم بالأزمة قلت نحكي عنها شوي in details next lecture. فهي as I said هي أصلاً موجودة بالجسم to control اللي هي عملية الانفلاميشن to control الستريس يعني بحالة الستريس بصير لها ريليف. أوكي راح نحكي إن شاء الله شو هي وظائف الكورتيكوستيرويد بالجسم. بصير لها ريليف من الأدرينال جلاند كورتكس بالذات و إلها significant roles. As I said, after we use the inhaled corticosteroids for several months, they will reduce the hyperresponsiveness of the airway smooth muscle to a variety of bronchoconstrictor stimuli, such as the allergens, irritants, cold air, and exercise. أنا ما حكيتها بس الـ cold air كمان هي واحدة من الـ triggers that can cause bronchospasm. Okay. بالنسبة للكورتيكوستيرويد, as I mentioned, they can be administered in different routes of administration. وكمان رح نحكيها in details next lecture. However, mostly بالأزمة حكينا we prefer the inhaled corticosteroids. وهم أصلاً وجدوا إن the development of inhaled corticosteroid reduced the need for systemic corticosteroid treatment to achieve asthma control. وهي يعتبر إنجاز كبير. لأنه مشكلة الكورتيكوستيرويد إنه صحيح very effective medications كأنتي-inflammation okay. However, إلها adverse effects most of the time لما تكون long-term بالذات بتكون unbearable لا تحتمل the side effects of corticosteroids. وبالتالي إحنا دائماً بنحاول لما نستخدم الكورتيكوستيرويد for any reason إنه نستخدمه for the shortest time على lowest dose okay. وإذا في route of administration مش systemic بكون أفضل وأفضل okay. فاختراع الانهاليشن أو الانهال dosage forms of corticosteroids كانت تعتبر إنجاز لأنه عملت control للأزمة بطريقة فعالة بدون ما نعرض المريض لل adverse effects of corticosteroids. فهمتوا كيف؟ هلا however في هون نقطة مهمة جدا إنه إذا أنا بدي أستخدم الكورتيكوستيرويد by inhalation طبعاً أو حتى البيتا 2 agonist لازم أستخدم ديفايس معين صح؟ فاللي هو بكون بخاخ والبخاخ طبعاً بيجي بأشكال مختلفة في هذا البخاخ اللي إحنا بنضغطه بنسميه ميتر دوز بغض النظر إحنا ما بيهمنا نعرف الدوز فورمز ولكن اللي بيهمنا نعرفه إنه to be effective The administration of inhaled corticosteroids should be done in a excellent technique. Okay, لازم المريض يتعلم التكنيك لاستخدام الديفايس حتى يكون effective اللي هو delivery of medication. ماشي. ووجدوا بالدراسات إنه أغلب المرضى that fail the treatment or therapy of asthma بيكون المشكلة عندهم إنه ما استخدموا الديفايس بالطريقة الصحيحة. كان في عندهم مشكلة بالتكنيك. فهمتوا كيف؟ فهي تعتبر مشكلة كبيرة يعني إنه أنا بكون عم بصرف البخاخ وهو مكلف المريض بيستخدمه غلط ما عم بيتحسن ستيل بتعرض لإبيسودز أوف برونكوسبازم فما بكون أنا حليت المشكلة okay so it is of paramount importance that the patient gets education about the right technique of inhalation باستخدام الديفايسز to be sure that I achieve اللي هي الإفكتيف ثيرابي okay الكورتيكوستيرويدز اللي بتيجي على شكل انهاليشن في عندنا البيكلوميثازون بيوديسونايد سيكليسونايد فلوتيكازون موميتازون اند تريامسينولون باي ذا واي سم اوف ذيس كمان بيجوا على شكل بخاخات الانف وبستخدمها فور اليرجيك رينايتس سم اوف ذم اذرز بيجوا بس على شكل بخاخات للأزمة اوكي The other route of administration that I said sometimes we need to use the severe exacerbation of asthma, اللي هو الأورال, or a systemic. A systemic يعني بيكون injection, يا إما IV or IM. Okay. هلا إحنا في عندنا حالة اسمها status asthmaticus. Okay. والكلمة هاي لاتينية. لما أستخدم status asthmaticus أو مثلا راح تشوفوا كمان status epilepticus مثلا, إحنا بنحكي عن severe case. Of that disease.
بالستاتس اسماتيكس بيكون البرونكو كونستريكشن من المريض اكزاجيريتد سيبير، والمريض اذا ما صار له تريتمنت within minutes may die. It's a life threatening situation. فهدول السيفير اكزاسربيشن اوف ازما طبعا لا يكفي ان انا اعطيهم بخاخات، اوكي I need to give them some systemic corticosteroid, okay, حتى عمل reverse للinflammation. Why in that case I may use intravenous methylprednisolone IV. Methylprednisolone هي واحدة من الكورتيكوستيرويد اللي بتنعطى IV intravenous, okay. أو إذا كان المريض ممكن يبلع، يعني بالstatus asthmaticus I doubt إنه ممكن يبلع، however ممكن نستخدم oral prednisolone أو prednisone إشي شبيه to reduce the airway inflammation. Okay. So إذا إحنا عرفنا متى نستخدم الأورال كورتيكوستيرويد، حكينا بال severe persistent asthma as a short course or in case of status asthmaticus هذا بكون بالطوارئ المريض. Okay. وبعطي إذا أنا الـ IV مثل برنيزولون. أنا هون في نقطة ذكرها الكتاب فأنا حابة أحكيها إلكم بس بدي شوية شرح فانتبهوا معي. Okay. هلا احنا حكينا الكورتيكوستيرويد لها سايد افكتس كبيره صح، خاصه على اللونج تيرم. واحده من الادفيرس افكتس هاي انه لما انا اخذ كورتيكوستيرويد بنسميه اكسوجينوس، يعني مش من صنع الجسم وبجرعات كبيره، لانه عاده انا اذا بدي ابدي انفلاماتوري افكت من الكورتيكوستيرويد لازم اخذه بجرعات كبيره، يعني اكبر كثير من اللي بيصنعها الجسم. هذا الاشي رح يعمل نيجاتيف فيدباك اوكي على إشي اسمه الهايبوثالاميك بيتويتوري أدرينال كورتكس أكسس. أوكي إيش هو هذا الأكسس؟ إحنا بنعرف إنه release of كورتيكوستيرويد من الأدرينال كورتكس is controlled by a hormone اللي هو الACTH أدرينال كورتيكوتروبيك هرمون، اللي هو مين بفرزه؟ البيتويتوري جلاند. أوكي الانتيريور بيتويتوري جلاند، وهذا بحد ذاته بكون under control أو under stimulation of a releasing hormone من الهايبوثالاموس. أوكي فهاي هذا الأكسس أوكي من الثلاث خلينا نحكي glands، هايبوثالاموس pituitary gland adrenal cortex. أوكي طبعا بتكون تحت الكنترول اللي نسميه negative feedback mechanism. أوكي شو يعني negative feedback mechanism؟ إنه بس يزيد أنا عندي level of corticosteroid هي رح تعمل negative feedback، رح تقلل من اللي هو release of the hormones اللي كانت تسبب لها release إلها نفسها. أوكي اللي هو ال releasing hormone من الهايبوثالاموس والACTH من البيتويتري جلاند. أوكي وهذا يعتبر نوع حكينا من الميكانيزم of homeostasis in the body، حتى يكون دائما اللي هو level of corticosteroid صحيح ماشي ما يرتفع عن الحد المطلوب. أوكي اللي بصير لما أنا أخذ exogenous corticosteroid for treatment إنه أنا عم بعرض جسمي بشكل مستمر ل high levels of corticosteroids، فبشكل مستمر بصير عندي negative feedback mechanism على الهايبوثالاموس وعلى البيتويتري جلاند. أوكي لأنه في عندي أنا corticosteroids فما في داعي إنه الأدرينال كورتكس يعملها release. أوكي وهذا الإشي أنا بسميه suppression of the hypothalamic pituitary adrenal cortex axis. أوكي فإذا ضل أنا عند المريض أكثر من 3 weeks usually هاي العملية حتى تصير suppression بدها 3 weeks of treatment with corticosteroids. أوكي طبعا هذا إشي مش محبب ما بدنا إياه. ليش؟ لأنه إذا أنا عندي الهايبوثالاموس والبيتويتري والأدرينال كورتكس suppressed إذا أنا قطعت الدواء عن المريض أوكي رح يكون يصفي أنا عند المريض الأدرينال كورتكس إله ما عنده قدرة يصنع الكورتيكوستيرويد، فرح يصفي المريض ما عنده كورتيكوستيرويد لا من برا لأني وقفت الدواء ولا من جوا لأنه الأدرينال كورتكس ما عم بصنع كورتيكوستيرويد أنيمور. أوكي وبالتالي هاي تعتبر مشكلة كبيرة أوكي عند أخذ الكورتيكوستيرويد. طبعا إحنا كيف بنحلها؟ بنحلها إنه إذا أنا مريضي أخذ كورتيكوستيرويد for more than 3 weeks ما بعمل abrupt discontinuation، يعني ما بوقفه فجأة، وإنما بصير عمل إشي اسمه tapering of the drug. وكلمة tapering of the drug إني أنا بخفف الجرعة بشكل تدريجي جداً أوكي gradual decrease of the dose حتى يبلش أنا عندي الأدرينال كورتكس يبلش يصنع أول بأول الهرمونز الطبيعية من الجسم. أوكي وبنفس الوقت أنا بكون بخفف الدرو الدرج الكورتيكوستيرويد اللي من برا
وبالتالي وبالحالة هاي أنا بكون مناعة حدوث اللي هو الأدرينال إنسافيشنسي اللي صارت من الأدرينال سبريشن. أوكي بتمنى إنه كان واضح. أوكي وإذا مش واضح برجع بعيده للنكس لكشر لأنه أصلا زي ما حكيت رح أشرح مرة تانية عن الكورتيكوستيرويد فلازم أرجع عيد هاي النقطة. أوكي ولكن حاولوا فكروا فيها وإنتوا تدرسوا. في شغلة في حدا بده يسأل سؤال نسأل الآن يلا خلينا نسأل I have a few minutes. اللي بده يسأل اللي رفع إيده يسأل. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك دكتورة. بسأل هل في طريقة إنه ممكن نعطي أدرينو كورتيك وتروفيك هرمون أو نحفز الشوتري جلاند إنها تفرز الأدرينو كورتيك وتروفيك هرمون عشان نحل مشكلة السبريشن بعد فترة أكثر من أسابيع يعني؟ هلا اللي بصير فعليا اللي بصير بالبراكتس خلينا نحكي ما بنعطي احنا ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون اوكي وانما بنعطي للمريض كورتيزول. يعني مثلا اذا المريض اجى على المستشفى اوكي وعنده ادرينال سبريشن من الكورتيكوستيرويد اللي كان ياخذها اوكي انا بزوده بالهرمون نفسه ما بعطيه الريليزنج هرمون او الاي سي تي اتش بعطيه الكورتيزول نفسه. فهمت كيف؟ تمام يعطيك العافية دكتورة. طبعا هاي الحالة عادة احنا بنشوفها يعني مثلا بالامرجنسي يعني مريض for some reason بياخد long term corticosteroid treatment بتعب بيفوت مستشفى بيفوت ICU ممكن لانه انا خبرتي بالICU اكثر فمنلاحظ عليه علامات الادرينال suppression مثلا من اهمها الهايبوتنشن. هايبوتنشن مش عم بيستجيب لا للفلويدز ولا لأدوية دفع الضغط. اوكي فبنفترض انه صار عنده ادرينال سبريشن افضل حل واسرع حل انه اعطيه الهيدروكورتيزون اي في مثلا او الكورتيزول يعني واحده من الكورتيكوستيرويدز اللي بستخدمها كادويه بعطيها له اي في حتى في دوز يعني انديكيتد لهذا الانديكيشن وبصير وضعه احسن. فهمتوا كيف؟ لكن هاي بحالات الامرجنسي يفضل إذا أنا بتابع المريض وبعرف إنه بياخذ لونج تيرم كورتيكوستيرويد إنه يكون أنا أنتبه على عملية التيبرينج أبداً أبداً أبداً. يعني هاي من الأشياء اللي بنحكيها للمريض إنه do not stop أو discontinue الكورتيكوستيرويدز abruptly دائماً لازم نعمل التيبرينج لدرجة إنه أحياناً بكون عملية التيبرينج أطول من عملية العلاج نفسها. يعني بكون المريض بياخذ الدواء شهر وأنا ممكن أقعد شهرين بس أعمل له تيبرينج ماشي لأنه لازم يكون الديكريز بالدوزينج very very gradual. okay so as I said the inhaled the oral with systemic administration of corticosteroid is associated with a high incidence of adverse effects. okay وبالتالي إحنا دائما بنلجأ للinhaled if possible وبنخلي the oral أو systemic administration بس بالحالات that are not controlled. okay with inhaled corticosteroids. okay هلا بالنسبة للادفيرس افكتس طبعا تطول هي بجزء من اكثر الميديكيشنز اللي لها ادفيرس افكتس الجلوكوكورتيكويدز ولكن هاي الادفيرس افكتس احنا مينلي نشوفها بحالة اللي هي السيستميك ادمنستريشن اورال اور بارنترال. okay وبحالات اللي هي اللونج تيرم كل ما كان اللونج تيرم يعني كل ما كان الادمنستريشن اطول بالتايم بيكون اللي هي الحدوث الادفيرس افكتس اكثر. احنا هون طبعا راح احكيها ان شاء الله نيكست ليكتشر شو هي الادفيرس افكتس اوف اورال اور بارنترال جلوكوكورتيكويدز بينما احنا لانه هون بنحكي عن الازمه وبنركز على الانهيلد اوكي كورتيكوستيرويدز راح نشوف انه الها سايد افكتس لوكالي اوكي مين اللي بنشوفها بالماوث. اوكي اللي بيصير انه لما المريض ياخذ البخاخ الكورتيكوستيرويد طبعا انا عم باخده بهدف اني ادخله وين على البرونكاي ماشي لانه انا بدي وين الافكت يكون له على البرونكاي. اوكي لكن شو اللي بيصير انه خاصه اذا كان في بور تكنيك بالادمنستريشن اوكي وحتى مع الجود تكنيك الا يحدث انه سم اوف ذيس كورتيكوستيرويد بيصير لها اكيوميليشن ان ذا ماوث اوكي او ديبوزيشن بتصير بالأورال كافيتي ميوكوزا وباللارينجيال ميوكوزا. أوكي فهون شو رح تعمل ممكن يتسبب أوروفارينجيال كانديدياسيز وكانديدياسيز اللي هي يعني إنفكشن بكانديدا فنجل إنفكشن. أوكي
والسبب انه ليش بصير فانجل انفكشن انه لما يصير ديبوزيشن للكورتيكوستيرويد رح يعمل لوكال اميون سبريشن، يعني راح لانه احنا من لازم حكيناها من الافكتس اوف كورتيكوستيرويد انها تعمل اميون سبريشن بنفس الطريقه اللي بيعمل فيها انتي انفلاماتوري افكت. اوكي راح تعمل سبريشن للاميون ريسبونس. اوكي وكمان هي فيري بوتنت اميون سبريسنت، فلما يكون بالماوث سلو ديبوزيشن رح يعمل suppression of the immune response بالماوث باللارينجيال ميوكوزا، فبصير فيها candidiasis. اوكي وكمان اذا صلها deposition باللارينجز رح يصير hoarseness of the voice بحة بالصوت. اوكي وهي common وبنشوفها كتير، حتى نمنحها احنا بنعمل education للمريض انه after taking inhalation لازم نعمل rinse of the mouth with water. وطبعا نعمل رينس very well بالووتر، والووتر ما بنبلعه، بنحكي للمريض لا تبلعه، بتعمل له سبيت للووتر، وهيك انا بكون ايش غسلت اي شيء من الكورتيكوستيرويد اللي كانت بالماوث واتخلصت منها. اوكي فبمنع بهاي الطريقه ايش حدوث الادفيرس افكتس اللوكال ادفيرس افكتس. ماشي طيب هذا احنا بالنسبه للفيرست للبارت 1 للأزمة ان شاء الله بتخلص هون. ماشي ان شاء الله next lecture نبدا نحكي عن alternative drugs for the treatment of asthma، وبنرجع كمان نحكي معلومات مهمه عن الكورتيكوستيرويدز. في in the meanwhile حدا عنده سؤال او استفسار؟ كل شيء واضح ان شاء الله. اوكي طيب معناته الله يعطيكم العافيه، شكرا على الحضور. يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيكم، اراكم ان شاء الله next lecture. السلام عليكم. نعم بس سؤال بس يمكن ما له علاقة بالمحاضرة، اسأل إن شاء الله أقدر أجاوبك. هلأ هي موجود معانا أنه كيف البيتا تو أغونيست بيعمل هايبر، يعني هو كيف بيعالج الهايبوكاليميا؟ أنا والله كنت بدي أطلبه منكم تدوروا عليه. طيب خلص إذا بديك من دوري شو رأيك؟ هو سيمبل، مو مش شيء صعب، يعني سهولة بتلاقوه، شوفوا بنحكي نكس لكشر. أوكي بس إن شاء الله إله علاقة بالريسبتر، بس وين الريسبتر؟ أوكي أوكي شوفوها ونحكي ونشوفها it's easy. أوكي تمام يلا ماشي يلا يعطيكم العافية.